اجمالي مواد الدعم بالكامل عام 2009 2010 بيروح دعم البنزين والسولار كان كام؟ وبوتاجاز وغيره 65%. يبقى من حجم الدعم كل الكامل اللي كان بيروح كل الحاجات يبقى منهم 65% رايحين لدعم المواد البترولية. رقم كبير صح؟ كبير جدا. يبقى انت هنا بتدعم مين؟ بتدعم مش هنا بتدعم الغلبان، لا ما دعمتش الغلبان، لانك لو دعمت الغلبان كنت دعمت رغيف العيش هنا ب 65%، كنت دعمت تكافل وكرامه لو انا كنت بدفع فلوس 65%، بس انا دعمت المواطن هو في فقير عنده عربيه في 2008 ولا 9 ولا 10 ولا حتى النهارده ولا بكره ولا بعد 70 سنه، هل هناك اي فقير يمتلك سياره؟ الاجابه لا، ما يبقاش فقير، يتحول من فقير الى طبقه متوسطه او غنيه حسب موديل العربيه بتاعته، حسب نوع العربيه. يبقى الفقير لا يمتلك سياره. يبقى انا هنا كنت بدعم طبقه الاغنياء ومتوسطي الدخل ب 65% دعم مواد بترولية. 10-11 55% دعم مواد بترولية. 11-12 64% مواد بترولية دعم. يعني سنة الإخوان و2011 وما جرى في 11 والخراب دعمت لحد 2013 61%. وقت حكم الإخوان 12-13 61% بتدعم الأغنياء. أنا بقول لك أهو بتدعم الأغنياء قولا واحدا 61%، ومتوسط الدخل 91% اللي عندهم عربيات. 13-14 55 بدأت تنزل. إمتى؟ 14-15 الرئيس بدأ يعمل إيه؟ نزل ارفع قلل، بس أوديه مكان تاني، ما خدتوش في جيبي، ما خدتوش للمعاشاء، لا ده انا وديته في ايوه وديته معاشات وديته حاجات تانية اوريها لك. يبقى انت بدات تنزل اهو، بدات اهو 25% اهو 15-16 دعم مواد بتروليه، 16-17 زودت شويه ليه؟ عشان الوضع الاقتصادي اللي كان عندنا والتحريك والصحه الاقتصادي اللي عندنا، فدعمت شويه ودعمت كمان شويه في 17-18 بدات تنزل، 18-19 بدأت تنزل قوي قوي قوي، 19-20 8% دعم مواد بترولية بس، 7% 2021 السنة دي موازنة اللي خلصت في 30/6 اللي فاتت 17%، رحت نازل تاني الموازنة الحالية 1/7/22 30/6/23 نازل 8% دعم مواد بترولية فقط. طب الله، طب الفلوس دي راحت فين؟ أين ذهبت هذه الأموال؟ وريني راحت فين؟ الله، راحت فين حضرتك؟ دعمنا السلع التموينية، كان دعم السلع التموينية في 2009-2010 16%، كام حضرتك؟ 16%. طيب النهاردة كام؟ النهاردة كام؟ 28% دعم سلع تموينية، 28% قفزت بيها من 16% 2009-2010 إلى 28% 21-22 ورايح الموازنة الحالية ل 25%. تقفز من 2009-10 من 16% دعم السلع التموينية، ده بقى المواطن الفقير بقى، ده المواطن الغلبان بقى، بدعمه ب 25% ليه و 28% حاليا ورايح ل 25% كمان، وكنا 2021 31% و 19/20 35%. ايه تاني دعمناه؟ ايه تاني؟ ده منين؟ من اللي انت شلته من عن البترول. لما انت بتقول وديته فين فلوس المواد البتروليه؟ فين فلوس البنزين اللي زودتوه؟
وديناها هنا. كانت 1% تكافل وكرامة، خلوا بالكم تكافل وكرامة كان دعمها 1% من إجمالي الدعم. إجمالي الدعم، الدعم كان كام؟ 1% اهو. بقينا 14 3 قفزنا ل 8% 19 20 7% 2021 6% السنة دي و 6% اللي جاي. يبقى هنا خدت الفلوس بتاعة دعم المنتجات البترولية وديناها لتكافل وكرامة، بتدي فلوس كل شهر للناس، رايحين للمواد التموينية بندعمها أكتر، رايحين للمعاشات كمان. يبقى أنت هنا رحت لمين؟ للمعاشات والفقراء والمحتاجين بجد، رايح أدعمهم بهذه الأموال اللي زودناها. إمتى؟ اللي خدناها من دعم المنتجات البترولية. نشوف اللي بعدها.